بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك الذي نستضيف فيه الدكتور مثنى حارث الضاري ليتحدث لنا أو يحدثنا عما جرى في بغداد، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد الذي نتناول فيه اليوم موضوعا مهما يتعلق بما جرى من أحداث في بغداد خلال الأيام الماضية. ولكن قبل ذلك دعوني يعني أقدم التعزية لنفسي أولا ولجميع إخواني في الهيئة والإخوة في القوى الوطنية المناهضة للاحتلال جميعا على وفاة الأستاذ الدكتور عبد الكريم هاني رحمه الله، هذه الشخصية الوطنية المرموقة التي طال عمرها في الدنيا وفي العمل الوطني، وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يكون من رجال العمل الوطني المخلصين والصادقين والغيورين ونظيفي السيرة. لا نزكي على الله أحدا، ولكن هذا ما نشهد به له طوال هذه السنوات التي عرفناه فيها وشاركناه في العمل الوطني بعد احتلال العراق، وإن كان أكبر منا سنا وأكثر تجربة وخبرة، وهو الوزير الأسباق عدة مرات في الستينيات من القرن الميلادي الماضي. الفقيد رحمه الله أسهم في العمل الوطني بعد الاحتلال بقوة، وكان له تعاون مع غالب القوى المناهضة للاحتلال ولا سيما مع هيئة علماء المسلمين في العراق، وشارك معنا في تأسيس المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني، وحضرنا لقاءات ومؤتمرات وندوات وورش كثيرة جدا، وكان قريبا منا لسبب آخر، وهو أنه كان ينشط أيضا في الإعلام المقاوم والمناهض للاحتلال من خلال جريدة العرب الصوت الناطق باسم حركة التيار القومي العربي. وأذكر أنه قد جمعنا مؤتمرا أنا وهو، ومعنا أيضا الدكتور الشيخ محمد بشار الفيضي وهو موجود بيننا الآن، في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمؤتمر الوفاق الوطني في القاهرة سنة 2006. كان هو يمثل المؤتمر التأسيسي مع عدد من الأعضاء، والشيخ الدكتور بشار الفيضي وأنا نمثل الهيئة، وكان تعاونا كبيرا وأعطانا درسا، أستطيع أن أقول درسا في العمل الوطني، عندما كان لا يقدم على خطوة إلا بالتشاور معنا، كان يجلس إلى شمالي والدكتور محمد بشار الفيضي إلى يميني ويشاورنا في الصغيرة والكبيرة، ولم نصدر إلا عن موقف موحد رغم فارق العمر والخبرة والممارسة وما إلى ذلك. رحمه الله وتقبله وأخلف على العراق جميعا رجالا يعملون من أجل تحريره وإنقاذه مما هو فيه. نعود إلى موضوعنا لمحاضرة هذا اليوم، والتي هي بعنوان ماذا جرى في بغداد. السؤال في البداية يمكن أن تكون الإجابة عنه يسيرة ومباشرة وكلكم يعلمها، جرى حدث سياسي ما تطور أدى إلى اضطرابات أمنية، ثم تم احتواؤه من خلال انسحاب أحد الأطراف وانتهاء الموضوع وعودة الخلاف في العملية السياسية والنظام السياسي القائم إلى ما كان عليه قبل هذا الحدث قبل 3 أيام. هذا هو الجواب اليسير، وهو الذي اعتاد عليه العراقيون جميعا، ليس أمرا جديدا، ليس مشهدا يعني غريبا أو فريدا، وإنما هو صورة متكررة لحوادث سابقة جرت في العراق، ولا سيما عندما يكون الخلاف بين الأطراف المتنازعة في النظام السياسي القائم. حدث هذا في مرات متعددة، ولا سيما من التيار الصدري أو من قيادة التيار الصدري حتى أكون أكثر دقة، فقد جرى مثل هذا الانسحاب في عام 2013 في شهر آب، وفي شهر شباط من عام 2014، وفي شهر آذار من عام 2016، وفي شهر تموز من عام 2021، وها هو يتكرر مرة أخرى في شهر آب من عام 2022، يعني 5 مرات رئيسة أو 5 انسحابات رئيسة عن المشهد بعد تأزمه.
أما الجواب عن هذا الموضوع والتفصيل فيه فهو كثير، والتوقعات كانت كثيرة، وكما رأيتم يعني كانت البلاد كما يقولون على كف عفريت في تلك الليلة. وهذه من مساوئ النظام السياسي القائم في العراق الذي يصنع الأزمات والذي يهدد أمن البلاد والسلم المجتمعي ويعرض البلاد للاحتراب بين مدة وأخرى. هي القوى القائمة في النظام السياسي المهيمنة على الحكم منذ ساعة الاحتلال وحتى اللحظة، فكل مشاكل العراق ناشئة من هذا الاحتراب، من هذا الخلاف السياسي الذي تطور الآن وأصبح صراعاً على السلطة، وهو أمر أيضاً ليس مفاجئاً لكثير منا، وسبق لنا في الهيئة وفي القوى الوطنية المناهضة للاحتلال أن استشرفنا هذا الموضوع منذ سنوات الاحتلال الأولى، وقلناها بعبارة واضحة وصريحة أن العملية السياسية التي هي نتيجة لهذا النظام القائم في ظل الاحتلال سيؤدي بالعراق إلى ما لا تحمد عقباه، وهذا ما يحصل. لماذا حدث ما حدث؟ كلكم يتابع الأزمة السياسية الجديدة بعد الانتخابات، هذه الانتخابات الأخيرة التي حظيت يعني لأول مرة بهذا الكم الكبير من العزوف الشعبي عنها، والذي كما يقولون يعني طعنها طعنة النجلاء، أضرت بالنظام السياسي وسحبت الشرعية والمشروعية من القوى التي تقود هذا النظام أو تدعي بأنه قد ترسخ هذا النظام وأنه بفضل الدستور وما إلى ذلك قد أصبح أمرا لا يمكن تجاوزه. وإذا بالشعب العراقي بعد مقاطعة كبيرة في الانتخابات التي سبقت الانتخابات الأخيرة يعود ليرسخ هذه المقاطعة بنسبة تكاد تبلغ 85%، بغض النظر عن الأرقام التي يعطونها هم، هذه الأرقام التي أعلناها في الهيئة بناء على مقاطعتنا لإحصائيات أو لمعلومات عدة جهات غربية ومنظمات دولية فضلا عن قراءتنا للمشهد. وقد اعترفوا عندما اشتدت الأزمة، لعلكم لاحظتم أن المالك اعترف قال هذه الانتخابات لم يشارك فيها إلا 20% أو ما إلى ذلك، بينما كانوا يدعون أن نسبة المشاركة هي 40%. يعني عندما اختلفوا ظهرت الحقائق، وهذه هي دائما عندما يختلف اللصوص تظهر المسروقات. الأزمة تصاعدت يوما بعد يوم، التيار الصدري حصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان ولم يسمح له بتشكيل الحكومة، ودخلنا مرة ثانية في التفسيرات المعطاة للكتلة الأكبر. ثم الجهة الثانية المخاصمة له وهي ما يسمى بالإطار، الإطار التنسيقي، حاول تعطيل تنفيذ نتائج الانتخابات بأي صورة ممكنة. سابقا كان مجرد تصريح عن أن الانتخابات غير دقيقة، غير صحيحة، غير شرعية، غير مكتملة الأركان، أو لا نعترف بالنظام السياسي من القوى المناهضة للاحتلال يعد أمرا خطيرا ويهدد النظام السياسي، بل هو إرهاب. وإذا بهم يعطلون كل مخرجات الانتخابات التي عقدوها معا. وهكذا بدأ الصراع والسجال بين طرفين، طرف التيار الصدري وطرف الإطار التنسيقي، كل يسعى لتأخير الأمر ما أمكن من أجل أن يحسم المعركة لنفسه، بمعنى إطالة أمد الصراع حتى لا يستقل أحد الأطراف بالفوز بنتائج الانتخابات. وبدأت هذه القضية تتطور سياسيا وقانونيا وحتى ميدانيا. ثم بدأت المشاريع الخارجية والداخلية والمقترحات، ثم بدأ التيار الصدري أو قيادة التيار الصدري تعرض مقترحات وتقوم بمبادرات وتعطي مهل، ثم أخيرا عندما لم تصل إلى نتيجة نهائية انسحبت من البرلمان لأول مرة. ظاهرة جديدة هي مقاطعة الانتخابات نعم، لكن أنه نواب فيعني يفوزون بالانتخابات ثم يستقيلون منها كانت خطوة مفاجئة لكثيرين، ولكنها كانت في سياق الضغط على الطرف الآخر، لأن هذه الاستقالات وإن كانت موقعة ومقدمة لرئيس ما يسمى مجلس النواب، ولكنها لم تأتي وفق السياقات التي هم توافقوا عليها أولا، وثانيا لا يوجد شيء نهائي في العراق في ظل العملية السياسية، لأنه لا توجد قواعد حقيقية حاكمة، لا يوجد نظام سياسي يحترم نفسه، لا توجد حياة سياسية حقيقية، لا توجد مواقف أخيرة للقوى السياسية، لأن هناك أطراف خارجية وداخلية داعمة ومؤيدة وتحاول إعادة الأمور إلى نصابها كلما تداخلت. فكانت ورقة ضغط إذن. هذه الورقة لم تنجح،
صبت في مصلحة الإطار عندما بدأ الإطار بتجميع أكبر عدد من النواب لتشكيل كتلة أكبر عن طريق انشقاقات أو ما يسمون بالمستقلين أو ما إلى ذلك، بل انزاح منهم من التيار مشكلة كبيرة، وهي أنه إذا عقدت جلسة مجلس النواب بدون حضور التيار الصدري وأقر بأن هذه الجلسة شرعية بحسب طبعا قواعدهم وقوانينهم، حين ذاك يستقل الإطار ومن معه أطراف أخرى باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتسيير الأمور بعيدا عن التيار الصدري. وهذا الأمر وإن كان ممكنا من الناحية النظرية وأصبح واقعيا، ولكن لا يمكن أن يمضي. لما؟ لأن محددات النظام السياسي بعد الاحتلال قامت على أساس التوافق بين المكونات العراقية بغض النظر عن الظلم الحاصل في نسب هذه المكونات، وأيضا قائم على التوافق بين المكونات داخل هذه القوى، داخل المكون الشيعي وداخل المكون العربي السني وداخل المكون السني الكردي. ومن هنا لا يمكن أن يغيب التيار الصدري عن المشهد بحكم التيار العريضة والقاعدة يعني العريضة التي يمتلكها، ولأنه يحسب على أنه من قوى السياسة القوى السياسية الشيعية الداخلية وليست من القوى الطارئة التي جاءت من خارج العراق. فإذا لابد من إعادة ترتيب المشهد بما يحقق استمرار العملية السياسية وعدم الإضرار الكبير، الضرر الصغير والمتوسط حاصل، توافق من أجل نسب معينة، وهكذا بدأت الوساطات خارجية وداخلية والسعي من أجل حسم الأمور. ولكن كما تعلمون النظام السياسي في العراق غير مستقل، النظام السياسي في العراق تابع لإرادات دولية وإقليمية، إرادة الولايات المتحدة الأمريكية المحتل الأول للعراق، وإرادة إيران المحتل الثاني للعراق، ومن حولهما دول هنا وهناك. وما يسمى بالمجتمع الدولي لا يستطيع أن يقدم على خطوة ما في العراق إلا إذا أذنت له الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بأمور كثيرة جدا، بمشكلتها الداخلية، مشكلة الرئيس الأمريكي الذي لا يجدون حلا يعني لوضعه الحالي الذي يحرجهم كثيرا، لأن الرجل كبير جدا ويقع كما ترون في أخطاء كبيرة جدا محرجة للنظام السياسي، وهي قد فتحت أبوابا للسجال بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فضلا عن ذلك المشاكل الأخرى ومنها مشكلة الصين وتايوان، وأيضا مشكلة ملف المفاوضات النووية مع الجانب الإيراني وقضايا أخرى في العالم. فالجانب الأمريكي غير منشغل أو غير مهتم في هذه اللحظة بما يجري في العراق، وهذا أمر أيضا ليس جديدا، اعتدنا على ذلك في سنوات سابقة، كانت قضايانا دائما تؤجل وتوضع على الرف لأنها أصبحت آخر ما يهتم به المسؤول الأمريكي أو آخر ما تهتم به الإدارة الأمريكية، لأن المشاكل للأسف كثرت بعد ذلك. بعد مشكلة العراق في كل مكان هناك مشكلة، فما بالك بالشرق الأوسط وما يجري فيه بين مدة وأخرى ومتطلبات الكيان الصهيوني وما إلى ذلك. إذن أمريكا منسحبة، هي محافظة على وجودها في العراق، محافظة على سياسة التوازنات مع إيران، ولكنها غير منشغلة وغير مهتمة. عندما تفرغ تلتفت إلى العراق، هذا إذا التفتت أو إذا فرغت. في هذه الأثناء تدخلت أطراف دولية أخرى بالتوافق مع الجانب الأمريكي للقيام بهذا الدور، يعني أعطيت الضوء الأخضر للتصرف في الساحة العراقية وتقريب وجهات النظر، كما كان يحدث سابقا، يعطى الضوء الأخضر لهذه الدولة العربية ولتلك الدولة المجاورة الإقليمية وما إلى ذلك. هذه أيضا وصلت إلى طريق مسدود. قيادة التيار الصدري تقرأ هذه الأمور، والقراءة واضحة ويسيرة للجميع، لكن مشكلة في طريقة المعالجة. انسحاب من البرلمان واستقالات أعطت نقطة لصالح الإطار. بعد ذلك جاء موضوع التسريبات، موضوع التسريبات أعاد الأمور إلى نصابها نوعا ما، حقق التوازن بين الإطار والتيار، بل أصبحت كفة التيار أقوى بعد فضيحة التسريبات، بل بدأ الناس يتحدثون عن أن المالكي قد أصبح في خبر كان وأنه لا يستطيع أن يعود إلى الساحة السياسية، وكلكم يعلم من هو المحور المحرك لقوى الإطار التنسيقي المدعوم إيرانيا. وإذا بنا نفاجأ بخطوة غير محسوبة لقيادة التيار الصدري، وركز دائما على قيادة التيار الصدري، بدخول مجلس النواب، اعتصام ثم أصبح اقتحام ثم استقرار ثم حصلت
الوقائع والأمور التي تابعتموها جميعا في الإعلام. تطور الأمر بعد ذلك إلى دخول القصر الجمهوري. في هذه اللحظة قبل دخول القصر الجمهوري هو كان الأخير وأجج الأوضاع تماما، أو كان ردة فعل على بيان الحائري كما سنذكر بعد قليل. دخول التيار الصدري إلى مجلس النواب استغله الطرف الآخر من أجل التصعيد وتسجيل نقاط على التيار الصدري، وهذا ما حصل أيضا، لأنه قوة تدعي بأنها قد حرمت من حقها الانتخابي، وأنها قوة فائزة، وأنها كتلة أكبر، وأنه من حقها أن تحكم، وإذا بها تقتحم وما يسمونه رمز العملية السياسية والديمقراطية الجديدة في العراق، مجلس النواب، ويحصل فيه ما يحصل. هنا عادت الأمور كما قلنا إلى نقطة الصفر، فاحتاجت الأمور إلى نوع من التحريك من هنا وهناك. في هذه اللحظة دخلت أطراف عدة وعقدت لقاءات كثيرة جدا، وكما يجري في العراق منذ الاحتلال إلى الآن، الرأي العراقي هو آخر، بل لا يستشار العراقيون في هذا الموضوع الذي هو موضوع عراقي أصلا. فتعودنا على اللجان وغرف العمليات المشتركة بين دول عدة في العراق، وهكذا عقد اجتماع رباعي بين وفد إيراني ووفد عربي ووفود تمثل الإطار وأيضا حزب الله في لبنان، واستضافهم جميعا ودار هذا الحوار جميعا السفير البريطاني في بغداد من أجل حلحلة الأمور. يبدو أن الأمور لم تصل إلى النتيجة المرجوة، فتعمقت القصة أكثر وأكثر. في هذا التوقيت يصدر بيان الحائري من إيران. هذا البيان طبعا قرأ عدة قراءات، ولكن القراءة وخاصة إحدى نقاط المهمة اللي صارت مثار حديث كثير في الإعلام النقطها أو الفقرها، هذا البيان تنصل فيه الحائري من التيار الصدري، استطيع أن أقول بهالعبارة بالوضوح والصراحة، ولم يكن التنصل مدروسا أو مكتوبا بعناية بحيث لا يعطي مجال للطرف الثاني ضد التيار الصدري، لا، كان البيان واضحا وصريحا ومباشرا، وفيه نقد أيضا للتيار الصدري، ولا سيما في الفقرها التي شككت في القدرات الاجتهادية لقائد التيار الصدري، والتي قال فيها بأنه الذي لا يمتلك هذه القدرات ولا يستطيع قيادة التيار لا يمكن أن يعد صدريا في هذا الصدد. وهذا أثار الطرف الثاني، وحصل ما حصل من يعني تأزم المشكلة في الأيام الثلاثة الماضية، وبدأ الاشتباكات بين أتباع التيار الصدري وقوة أخرى أمنية غير واضحة إلى الآن داخل القصر الجمهوري والمناطق المحيطة به، وسقط فيها ضحايا كثيرون، وتوقع كثيرون أن الأزمة ستمتد، لأنه صراع في داخل ما يسمونها المناطق السيادية، وصراع بالأسلحة الخفيفة والقاذفات، ثم دخول أطراف كثيرة على الخطوة التصعيد المواجهة، وكأننا يعني نقبل على لا سامح الله فتنة واسعة وكبيرة. ولكنها انتهت في اليوم الثاني على خلاف توقع الكثيرين بانسحاب آخر، وهو الانسحاب كما قلنا الخامس من قبل مقتدى الصدر، عندما أوعز إلى الجميع بالخروج من قصر الجمهوري ومجلس النواب ووقف أي أعمال الاشتباكات وما إلى ذلك، بل قدم الاعتذار في الخطاب الذي رأيتموه، الذي كانت سمة الارتباك فيه واضحة، والأصل فيه هو حفظ الدماء واتقاء الفتنة وما إلى ذلك. النتيجة أنه الفتنة لم تتوسع، أن المشكلة لم تكبر، ولكن لما توقفت؟ هنا يأتي الدور الإيراني في تفسير ما حدث. بيان الحائري ليس بيانا مجردا عاديا يمكن أن يكون، يعني حصلت في مرات سابقة كما أذكر يعني بعض الحالات المشابهة والقريبة من هذا إلى حد ما، وجرى فيها البحث في العلاقة بين مقتدى الصدر والحائري، لكن هذه المرة الحائري فك العلاقة تماما. فك العلاقة هذا تماما جعل التيار الصدري بلا مظلة شرعية، وأنتم كما تعرفون بأنه لابد في إطار المذهب الإمامي لابد من مظلة شرعية، مظلة المجتهد، فإذا كان مقتدى الصدر ليس مجتهداً
فلا بد إذن من مجتهد يقلد أو يتابع بناء على وصية محمد صادق الصدر بمتابعة الحائري. فإذا سحب الحائري ذلك يكون التيار الصدري بلا مرجعية شرعية، وهذه نقطة مهمة وكبيرة جدا وحساسة في التراث الشيعي الإمامي، وتستخدمها كثير من الأطراف السياسية لإضعاف الأطراف الأخرى. نحن نعلم أن هناك نظرية أخرى هي غير نظرية الأعلام في الفقه الإمامي، بمعنى أن المجتهد يمكن أن يحظى على مرتبة الاجتهاد من خلال تحديه للمراجع الآخرين أو طلبه للمناظرة لإثبات علميته وجدارته، كما حصل في حالات مختلفة ومنها حالة محمد صادق الصدر والد السيد مقتدى الصدر نفسه، وأيضا في حالة السيد الصرخي. فإذا أصبحنا الآن أمام تيار عريض كبير جدا مرجعيته الدينية تسحب اعترافه بقيادته وأنها غير مؤهلة وغير قادرة على القيادة لأنها فاقدة لشروط الاجتهاد، فإذا لن يكون هناك مجال إلا لإثبات هذه العلمية من خلال طريقة أخرى، وهذا غير متوفر الآن. فكانت حقيقة يعني كما يقولون خطوة محسوبة بدقة لسحب البساط من تحت أقدام التيار الصدري، فيما يبدو بعد أن وصل الإيرانيون إلى قناعة بأنهم يمكن أن يتدخلوا الآن. الإيراني طبعا متدخل في كل مفاصل الساحة العراقية، مهيمن متغول في العراق، ولكن هذه المشكلة كان يمكن أن تحسم من خلال طريقة يعني الموازنة بين الطرفين. كلكم يعلم بأن السياسة الإيرانية لا تعتمد دائما على مؤثر واحد أو لاعب واحد أو على ذراع واحدة أو حليف أو صديق واحد، وإنما تسعى للعمل بعدة اتجاهات. فإن كانت قوى الإطار مقربة من إيران لا يعني هذا أن مقتدى الصدر بعيدا جدا عن إيران، لا، له صلة بإيران، ولكن هذه الصلة ليست بمستوى العلاقة مع الأطراف الأخرى وليست بمستوى القرب مع الأطراف الأخرى، ولكنها قد يعني تقوى في مرحلة ما كما حصل في تذكرون في زمن المالكي في صورة الفرسان في البصرة وبعض محافظات الجنوب وقتها. فكان الإيرانيون أيضا منشغلون وغير مستعجلين لأنه لديهم مفاوضات طويلة الأمد مع الجانب الأوروبي، وكلنا يعلم بأن المفاوضات فيها انفراجة ما، بغض النظر عن تفسير هذه الانفراجة هل لصالح الاتحاد الأوروبي وأمريكا أو لصالح إيران وما هي، لكن المهم أن هناك نوع من الارتياح عند الطرفين بأن هناك تقدما في هذا الموضوع. في لحظة الحصول على هذا التقدم إيران اتخذت قرارة بحسم الموضوع بين الإطار والتيار واعتماد الإطار اللي هو الحليف الدائم والموافق لها في كثير من الأمور، ولكن جاءت الطريقة بهذه الطريقة الجديدة أو جاء الإخراج بهذه الطريقة الجديدة، وهي نزع الشرعية عن التيار الصدري من خلال بيان الحائري الذي وجه ضربة سياسية وشرعية وإعلامية كبيرة. وما زالت تفاعلات هذا الموضوع حاصلة للآن، والجدل في هذا الموضوع موجود. ننتقل بعد أن تحدثنا عن هذا الموضوع وتدخل إيران وأنه أمر متكرر وليس جديدا، ماذا الآن؟ ما هي حصيلة ما جرى؟ وإلى أين ستؤول الأمور؟ هناك وجهة نظر تقول الأمور مفتوحة على كل شيء، والدليل هو عودة التهديدات والتصريحات والبيانات من طرف إلى طرف، وآخرها قبل أن ندخل إلى هذه المحاضرة ما يسمى بوزير السيد مقتدى الصدر يصدر بيانا يطالب فيه رئيس الجمهورية وغيره بحل يعني هيئة الحشد الشعبي أو إبعاد فالح الفياض عن هيئة الحشد الشعبي وحل الميليشيات الوقحة وإبعاد عن المناطق المحررة وطلبات أخرى من هذا القبيل، وهي طلبات طبعا يعني ليست غريبة، ولكنها عندما تأتي في هذا السياق وفي هذا التوقيت وبهذا التعميم طلبات لا يمكن أن تنفذ. وقد تقرأ، أنا قرأتها في سياق أنه قدمنا طلبات وهذه الطلبات يمكن أن ينظر فيها ويمكن التفاوض عليها، لأنها طلبات وإن كانت مقبولة ومنطقية لكنها ليست بنت اللحظة، هذه طلبات قديمة جدا. فضلا عن ذلك هي طلبات غير ممكنة التنفيذ من الطرف الآخر، يعني لا يمكن للطرف الآخر أن يلبي هكذا طلبات أو هكذا سقف عالي. إذن السقف العالي ممكن أن ينخفض ويمكن أن ينفتح باب لي
حوارات. أما الاشتباكات التي جرت في البصرة وغيرها ووقوع ضحايا أيضا فهذه متوقعة ولن تنتهي، ستبقى، قد اعتدنا على أنها مستمرة. المهم أنه النار ما زالت تحت الرماد، أن الخلافات قد استحكمت أكثر من ذلك، وأنه بدأت بعض الأطراف تستخدم سياسة لوي الذراع اعتمادا أو استخداما للسياسة الإيرانية التي دخلت لأول مرة بهذا الوضوح وبهذه الصراحة في موضوع نزع شرعية تيار ما أو ما إلى ذلك. هذا من جانب. من جانب آخر قد ينظر إلى هذا الموضوع أن فيه إيجابيات، بغض النظر عن كل السلبيات التي جرت، نعم فيه إيجابيات. إذا قرأنا الإيجابيات من الحالة العامة أنه هذا التأكيد لما كنا نقول دائما، أن النظام السياسي يحمل، القائم في العراق الآن يحمل بذور الفتنة، يحمل بذور تهديد العراق، تهديد أمنه ومجتمعه وسلامته وكل ما هو خير فيه، أنه هذه القوة ممكن أن تصل إلى حالة الصراع الدامي إذا وصلت إلى قناعات بأنها لن تستطيع أن تحصل على ما تريد من أهداف ومصالح إلا بهذه الطريقة. أيضا من هذه الإيجابيات أنها كشفت كثيرا من الأسرار الخطيرة جدا فيما يتعلق بنوايا، بنيات هذه الجهات تجاه العراق والمنطقة، وكشفت أيضا عن بعض المعلومات التي بدأ كل طرف يفضح بها الطرف الآخر، وانكشفت إجابات عن أسئلة كانت غير معروفة، لعل من أبرزها طبعا وبالنسبة لنا شائع ومعروف وما بدأ التيار الصدي يتحدث به عن أن العصائب وغيره قتلوا العراقيين من الشيعة والسنة، وهذا بدأ يظهر الكلام الآن نتيجة، بل بدأت تظهر أسماء قيادات في العصائب وغيرها قامت قيادة العصائب باغتياله، وهذه طبعا كانت يعني هناك نوع من العرف على كتمانه وعدم إظهاره، ولكن عندما انفتحت الأمور ظهرت كل هذه القضايا. لكن لاحظوا أن كل هذا الصراع وكل هذا الاحتدام وكل هذا القتل وهذه الدماء لم يتهم أحد الأطراف الطرف الآخر بأنه إرهابي، كل الاتهامات بأنه ضد النظام السياسي، ضد العملية السياسية، أنه مجرم، أنه قاتل، أنه متقوي بالخارج، أنه لم يطلق أحد على الآخر صفة الإرهابي، وكأن صفة الإرهاب محصورة بل هي كذلك بفئة ما. من النقاط الأخرى الإيجابية في هذا الموضوع أن هناك حالة وعي ما داخل صفوف التيار الصدري. كلنا نعلم بأنه لا يوجد مجتمع مدني حقيقي في العراق، ولا حياة سياسية حقيقية، ولا أحزاب بالمعنى الدقيق للكلمة وما إلى ذلك، بمعنى أنه لا توجد أفكار متبنيات وقناعات عند الأشخاص في الداخل، ولا سيما عند متابعي هذه القوة، وإنما هي طاعة، قد تكون طاعة واعية وقد تكون طاعة عمياء في بعض الأطراف للقيادات. لما؟ لأنه الأصل هو صراع على هويات فرعية، صراع على مكاسب ومصالح، صراع سياسي، هناك نوع من التشكيك من طرف في طرف آخر، اتهامات بالتخوين وما إلى ذلك، فهناك نوع من العوامل التي تدفع الناس الالتفاف حول قيادات بغض النظر عن كون هذه القيادات صائبة أو غير صائبة، وبغض النظر عن السياسات التي تنتهجها هذه القيادات والتراجعات والأخطاء التي تقع فيها. ولكن أيضا هناك نوع من الرؤية التي ظهرت من خلال ردة الفعل عند كثيرين من أتباع التيار الصدري بعد أمرهم بالانسحاب وترك الأمور والاعتذار والعفو عما كان وما إلى ذلك، وبدت بعض العبارات سمعناها ورأيتموها أكيد وشاهدتموها في بعض المقاطع المرئية وما إلى ذلك. هذا يؤشر ماذا؟ يؤشر أن هناك فرقا كبيرا بين قيادة الحزب وقاعدته، بغض النظر عن كون هذا تيار صدري أو حزب أو قوة أخرى. ويؤشر أيضا أنه ليس بالضرورة أن يكون كل أتباع التيار الصدري يوافقون على قرار قيادتهم، سواء كان بالدخول أو بالانسحاب، برفع حدة الصراع والخطاب أو تخفيضها وما إلى ذلك. ويؤشر أيضا أن هناك مشكلة كبيرة جدا غير مرئية غير واضحة لكثيرين في هذا الصراع، ولكنها حقيقة هي من أساسيات هذا الصراع وهذه المعركة، وهي أن قوى الإطار تحديدا
تنظر إلى التيار الصدري بحكم كونه تيارا كبيرا واسعا عراقيا عربيا، تنظر له بالريبة. لما؟ لأن هؤلاء قوى الإطار طارئون على هذا البلد، طارئون على هذا الوطن، سواء كانوا كأشخاص أو قوى وأحزاب مشكلة إيرانيا أيام الحرب العراقية الإيرانية، وتعاونت مع كل جهات الأرض شرقا وغربا من أجل العودة إلى العراق بالطريقة التي عادوا بها مع الاحتلال. فإذا هؤلاء طارئون، عندما يرون تيار بغض النظر عن موقفنا من هذا التيار وما جرى منه خلال السنوات الماضية في زمن الاحتلال، ولكن هو تيار من أبناء البلد، تيار كبير، تيار عريض، وقوة كبيرة جدا لو أحسن استغلاله. السيد مقتدى الصدر لم يحسن استغلال هذه القوة، لا يملك أحد من خصومه الآخرين هذا الجمهور الكبير ولا هذه الطاعة الكبيرة لقيادة التيار، ومع ذلك رغم أن هذه أوراق مهمة بيد مقتدى الصدر للأسف أضاعها في هذه، خلينا نقول، الجولة من جولات الصراع بينه وبين القوة السياسية. طبعا نتحدث احنا هنا من باب تقييم القوة بتجرد، لأنها كلها داخلة في إطار العملية السياسية وتلتزم بمحددات وقواعد العملية السياسية، وتعرفون موقفنا من العملية السياسية من الذين دخلوا فيها. ولكن كقراءة للواقع على الأرض، هناك صراع إذن بين تيار طارئ وبين تيار عروبي، بين تيار خاضع لجهة خارجية إيران وبين تيار ليس خاضعا تماما لإيران. هنا تأتي بعض وجهات النظر بأنه يمكن استغلال هذه الروح العربية، هذا البعد عن إيران من أجل عمل ما في العراق، هذا صحيح من حيث المبدأ ولا اعتراض عليه، بالعكس كنا ندعو في الهيئة وفي القوى المناضلة الاحتلال منذ ساعات الاحتلال الأولى، ندعو المجتمع الدولي ودول الجوار والدول العربية تحديدا النظام العربي الرسمي إلى التعامل مع أبناء العراق الحقيقيين، إلى التعامل مع العراقيين الوطنيين عربا وكردا وتركمانا سنة وشيعة مسلمين وغير مسلمين، وعدم التعامل مع قوى سياسية لا تمثل الواقع الحقيقي للمكونات العراقية. فإذا يمكن العمل على هذا الإطار، ومن هنا كانت رسائلنا في الهيئة إلى شيوخ عشائر الجنوب والوسط منذ عام 2004 و5 و6 و7، واحدة الرسائل واضحة وصريحة أنه قد يستغل الشارع الشيعي في وسط وجنوب العراق ويوصل به أو يوصل به العراق إلى حالة تشبه الحالة اللبنانية، وهذا حصل طبعا منذ سنوات طويلة. فإذا القراءة متقدمة. أعود فأقول إذن هناك صراع مخفي، الصراع الأعلى سياسي، الصراع على الأرض، احتدام عسكري وما إلى ذلك، وإن تم تلافيه إلى حد ما، لأنه من مصلحة الجانب الإيراني عدم اندلاع صراعات كبيرة جدا. لما؟ لأنه قد تندلع الأمور تنتقل إلى مرحلة الحرب الأهلية، ومرحلة الحرب الأهلية لا خاسر فيها ولا رابح، وتفتح الباب على عوامل كثيرة جدا لا يمكن السيطرة عليها، ممكن أن تطيح بالعملية السياسية كاملة. لذلك هم يحاولون ضبط هذه الصراعات وإن كانوا لا يميلون إلى الطرف الثاني، وتحديدا في هذا الموضوع التيار الصدري. إذن المعركة الثالثة اللي هي تحت الطاولة الصراع بين الطارئين على الوطن وأبناء الوطن، هذه ممكن أن يشتغل عليها، لأن البعد العراقي الوطني ممكن أن يظهر في هذه اللحظة، بشرط أن تكون السياسات خالصة، أن تكون النيات حسنة، أن يكون هناك توافق حقيقي. وهناك جسور كثيرة، الهيئة كانت أحد الجسور في بداية الاحتلال لهذا الموضوع، ويذكر الدكتور أحمد بشار الفيضي والإخوة في الهيئة كم بذلنا من الجهود مع التيار الصدري لإبعاده عن العملية السياسية ما أمكن، حتى نعطي انطباع بأنه القوى المناهضة للاحتلال عراقية فيها كل الأطياف والمكونات، ولكن استطاعوا جلبه إلى العملية السياسية في عام 2005 وحصل ما حصل بعد ذلك. الفرص الآن متاحة من أجل إعادة بناء ثقافة عراقية وطنية تجمع كل الأطياف والمكونات، ولعل ما جرى في ثورة تشرين هو وسيلة من الوسائل اللي يمكن أن تعزز هذه الثقافة. مع ملاحظة أخيرة في هذا الصدد، أنه تم الإجهاز على ثورة تشرين من كلا طرفي الصراع الموجود الآن، أما أحدهما بركوب الموجة وتشويه الصورة أو بالتصدي لها بالحديد والنار، والآن كلنا نسأل أين ثور تشرين؟ ثوار تشرين الآن لو نازلين للشارع على سبيل المثال أثناء الأزمة قد ينشغل بهم الجميع عن مشاكلهم وما إلى ذلك.
لما؟ لأنهم يمثلون صوت وطني عراقي، ما بقي منهم طبعا لأنه للأسف أيضا أصبحوا تيارات واتجاهات. ختاما، كل هذا يجري وهناك أطراف أخرى على الهامش. وأتحدث هنا عن الجو السياسي العام في العراق. الأطراف السياسية على الهامش، الناس منشغلة بالمعركة وبالفتنة، وهي منشغلة بإصدار البيانات لتفادي الفتنة فقط وللدعوة إلى التحلي بالعقل وبالهدوء وبالحكمة وما إلى ذلك. لكن كانت تجري حرب على مستوى آخر، هي حرب التسريبات فيما يتعلق بالوزراء والنواب والمحافظين وما إلى ذلك، تحديدا السنة، وفسادهم وصفقاتهم وقسمهم على القرآن بالولاء لفلان ولعلان. ولاحظوا أنه إحدى السلبيات أو الأمور غير المحسوبة التي وقع فيها أو وقعت فيها قيادة التيار الصدري عندما دخلت إلى مجلس النواب أنها أنهت الحديث عن التسريبات تماما، وأنها عادت المالكي إلى الصورة، بدأ المالكي الآن يصرح ويظهر وغيره وكأنه لم يحصل شيء من التسريبات. الآن التسريبات انتقلت لبيان مساوئ الطرف الآخر، بيان الوزراء والنواب السنة. طبعا أكو قصد لتحقيق نوع من التوازن، وهم كلهم فاسدون، كلهم يعني بيعة واحدة بالتعبير العامي. ولكن هؤلاء انشغلوا أثناء ما جرى في تصفية صراعاتهم أولا، وثانيا في محاولة ترقيع مواقفهم الحقيقية أنهم على الهامش. الصراع اللي جرى على الأرض ما فيه طرف من هؤلاء اللي يسمون أنفسهم ممثلين المحافظات المنكوبة. لما؟ لأنهم أساسا غير فاعلين، لأنهم أساسا تبع، هم نوع من الرتوش التي تضاف على العملية السياسية لإضفاء الشرعية عليها. هم فقط يعني يوجد تجمل بهم الصورة، ولكن يستغلون أحيانا من أجل، للأسف أقول بكل مرارة، لتمرير بعض القضايا الخطيرة. إذن صراع مستمر على العملية السياسية، ومرحلة متكررة لم تأتي بجديد إلا على مستوى الاحتدام والصراع بين الأطراف، وهي مرشحة إلى أن تعود مرة أخرى، ولكنها بتقديري وضعت حدا وقاعدة لشروط العمل السياسي القادم، وعادتها إلى ما أقول نقطة الصفر، إلى المربع الأول كما يقولون، وعادت هيمنة قوى الإطار المتحالفة مع النظام الإيراني ومع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحظى برعايتهم جميعا، عادت إلى الصورة مع شيء جديد جزئي وقد يكون غير ملاحظ. الآن قيادة التيار الصدري ليس لها غطاء شرعي في الظاهر، لكن في الحقيقة لا، أصبح لها غطاء شرعي وإن كانت لا تريده، غطاء شرعي على أعلى مستوى في المنظومة التشريعية الشيعية، لأنه مقتدى الصدر كان يتبع من أو يقلد من أو يسأل ويستشير من بوصية والده كاظم الحائري. الحائري عندما انسحب طبعا علق أحدهم، كان تعليق مصيب، الشيخ صبحي الطفيلي من لبنان، قال الفقيه لا يغادر فقاهته، لا يعتزل من فقاهته، هذه لأول مرة نسمع بها. إذن هناك أوامر، فعلا في أوامر، لأن الحائري يقلد من؟ يقلد الولي الفقيه خامنئي. فإذا جاءه أمر أو نصيحة أو إشارة أو استمزج رأي، وشفتم ما فعل، يعني انسحب تماما وأخلى بمن؟ بمقتدى الصدر بأتباعه. فمقتدى الصدر عمليا رياضيا، خلنا نأخذ بالرياضيات، عندما نسقط الحد الأوسط أصبح مقتدى الصدر مرجعه المباشر الآن الولي الفقيه، وهذه قضية خطيرة جدا على مستوى الإضرار بالعراق، ولكن قد تكون محسوبة من قيادة التيار الصدري على أنه الآن حقق الاتصال المباشر بخامنئي، ولعل هذا قد يفسر سبب التراجع والانسحاب، بمعنى أنه حصل على ثمن ما، وإن كان هذا الثمن ثمن خطير جدا. وأخيرا، أحد سياسيي الصدفة من السنة يكتب وينصح بإنهاء الفتنة العمياء
ويدعو مقتدى الصدر والسياسيين الآخرين إلى إنهاء المشكلة بأسرع وقت. لما؟ للمحافظة على أمن العراق واستقراره وسيادته وحريته وأرواح أبنائه ودمائهم؟ لا، يقول حتى لا يتخذ ذريعة من الإرهابيين لإحداث فتنة والعودة إلى بعض مناطق العراق. أقول بالله عليكم، في عقل من هذه؟ في بال من؟ يعني إلى هذه الدرجة وصلنا من، كيف أصفها حقيقة؟ تعجز الكلمات عن وصفها، كذا مواقف التخويف من الإرهابيين. يعودون ما الإرهابيين متعاونين، من تقصدهم بالإرهابيين متعاونون مع هذا النظام السياسي القائم، وشواهد التعامل والتعاون والتخادم كثيرة جدا، كلما احتاجوهم فسحوا لهم المجال للظهور. ولكن يبدو أن قواعد السياسة كما يفهمونها هؤلاء، أو شروط الدخول في العملية السياسية التي يحاولون الدخول فيها متأخرين، تملي عليهم مثل هذه التصريحات التي لا تنبئ لا عن سياسة ولا عن وعي ولا عن عقل، وأقول أخيرا ولا عن مروءة أيضا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور مثنى حارث الضاري على هذه المحاضرة القيمة، والشكر موصول لكم سادة الحضور، ونلتقي إن شاء الله في مجالس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.